انا شايف كده في تريحه الله يرضي الله. ينفع معلش نرجع بس ورا ينفع يا جدعان؟ والله العظيم معروف اوشا بابا المجال من الاخر، ومعروف عن اوشا عمره ما بيحب العيال، لان قدامنا ارجى الناس بما يرضي الله، مش كلام بنقوله ده حقيقه حقا. انا اقول اللي جنبه راجل جدع، وانا ما عنديش شك ان القاعه كلها رجاله بما يرضي الله. هو اللي هيقوم يقف محبه في رسول الله من الاخر من الاخر. يا بشوات يا رب ما تعدم امك يلي ما تقوم تقف محبه في الله. قول شرايط